ازيك يا كابتن علاء؟ اهلا حاج بيك عامل يا ازاي حاج. حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ الله يخليك، الحمد لله. دايما بنسعد بيك يا حاج عامر في قناة الاهلي. الله يخليك كابتن، شرف لي. ربنا يخليك يا رب. ايه الاستعداد انت بكره ان شاء الله لهذه المباراة الهامة؟ يعني الحمد لله احنا اتفقنا مع الامن على كل الامور، اتفقنا على الاعداد الناديين 30 و30، في 7 في المقصورة الرئيسية والباقي خلفهم دكة البدلاء لكل فريق، باقي 30، وفي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالكامل، مهندس هاني موجود في اسكندرية من امبارح وهي مكمل عشان يحضر المباراة، الشركة الراعية هي اللي بتقوم بمراسم توزيع الكاس والميداليات، شركة الأمن الخاصة هي اللي بتأمن تسليم الكاس والجوائز، يعني الإعلاميين في 50 صحفي المفروض في المقصورة الإعلامية اللي هي خل أعلى مقصورة الرئيسية في الاستاد برج العرب، وفي 25 مصور موجودين في الملعب، وتم تقديم كشوف يوم لمديرية أمن اسكندرية، لأن طبعا كان الاتفاق معاهم في محضر الاجتماع اللي أنا حضرته على إن هم اللي واقفين على الباب ويبقوا معاهم الكشوف ديت عشان يضمن عدم تسرب حد من مش مسموح لهم الكشوف اللي موجود. اكيد يعني يا حاج عامر، في مثل هذه المباريات بتبقى حساسه قوي، بتبقوا حاملين همها شويه ولا الموضوع بالنسبه لكم بقى ايه؟ يعني سؤال شخصي يعني. إيه، لا هو في وجود الحكم الاجنبي الحقيقه بيبقى الضغط اقل كتير، لان انت بتحاول تمنع الغيبة والقهر، فبتجيب حكم اجنبي وممكن يغلط بقى لصالحك، ممكن يغلط ضدك، انما ما بيبقاش ليه تاريخ ولا خلفيات مع اي نادي من الناديين. حضرتك عارف المباريات الحساسه دي تفضل عمر حاله، أكيد يفتكروا لعبة أوفسايد وضربة جزاء، خاصة إن الناديين من الأندية الجماهيرية الكبيرة. أكيد. فبالتالي بتعمل مشكلة في أي خطأ من الحكام المصريين، ويبدأ بقى الكلام يتأول، أصل ده مش عارف في سنة كام حسب ضربة جزاء، وده سنة كام نفس الحكم دوت. بالظبط. فممكن تبقى نهاية حكم. فإحنا عشان نحافظ على الحكام ونوفر الجو المناسب للعيبة وللأجهزة إن هم يتفرغوا الفنيات فقط، فأنا شايف إن الأفضل هو القرار اللي اتاخد إن هو يبقى فيه حكام أجانب، طبعا بيخفف الضغط على الاتحاد كله. أكيد. لأن خلاص بيبقى الاتحاد عمل اللي عليه وجاب الحكم اللي الناس شايفه كلها إن هو محايد، ما يعرفش مين الأهلي ومين المصري، وبالتالي التوفيق بقى عند ربنا، هو عارف النتيجة من النهارده، فكل واحد يعمل اللي عليه خلاص، والنتيجة معروفة من النهارده، يعني ربنا عارف النتيجة. كل الناس تطلع عنده، كل واحد يعمل أكبر مجهود عنده، هي في الآخر بطولة بتروح في آخر دقيقة، بطولة بتجيلك بقرار حكم، هي الكورة كده. احنا نتقبل من النهارده إن أي نتيجة، وما نحطش اللعيبة تحت ضغط عشان نقدر نستمتع بمباراة نهائية، خاصة إن هي جاية في وقت أنا شايف الفترة الأخيرة إن الإعلام الأهلاوي الحقيقة وقناة النادي الأهلي يعني بتهدي الأمور قوي وكلام متزن، نفس الوضع الكابتن إبراهيم حسن والكابتن حسام حسن ورئيس النادي المصري، راجل محترم جدا الحقيقة، ما بنسمعش صوته خالص، وبيدي بيمد إيده وفتح إيده من أول ما مسك النادي المصري للنادي الأهلي، وعرض إن هو يروح للنادي الأهلي أكتر من مرة ويلعب في النادي الأهلي، فأنا شايف إن الجو مناسب إن هم يقدموا لنا كرة حلوة تبقى نهاية طيبة لموسم طويل. إن شاء الله يا حاج عامر، يعني ربنا يا رب يسمع منك إن شاء الله، تكون مباراة يعني تليق بمستوى الفريقين، وإن شاء الله تخرج بسلام. يعني في حالة إن الأهلي ياخد كأس مصر يا حاج عامر، أحب أسمع منك الأهلي هيقابل مين في مباراة السوبر؟ هو هيقابل النادي المصري. المصري. برضه. في الحالتين هيقابل النادي المصري. لان 5 سنين اللائحه موجوده ان بطل الدوري في حاله ان هو بيحصل على الكاس بيلعب تاني الكاس مش تاني الدوري، ويمكن لما اتعملت احنا قلنا يمكن بقى ممكن يبقى فيها تغيير، لان كان كل سنه استور اهل وزمالك اهل وزمالك على انهم اول وتاني. كاس من بخت المقصه بقى، حتى الكابتن مودي كان منتخب مصر المحليين في اسكندريه اتكلمنا قبل التدريب، بيقول يا جماعه ان احنا بناخد تاني ما نلعبش سوبر، يعني وعلى طول الاهلي والزمالك كل اللائحه اتغيرت من 4 سنين، كانت من بختكم بقى، يعني احنا غيرنا اللائحه عشان يبقى في وجه جديد غير الاهلي والزمالك في مباراه السوبر، انتوا بقى عملتوا المفاجاه وخدتوا تاني، جت من بختكم انكم انتوا ما لكوش الحق. تمام. اتمنى ان انتوا هتلعبوا بطوله افريقيا يعني ابطال الدوري،
هي اللائحه برضه عشان يبقى الناس عارفه كابتن عبد الحميد ان اللائحه دي بقى لها اكثر من 4 سنين مش بتاعت الموسم دوت عشان الناس ما تفتكرش ان في حصل تغيير في اللائحه. يعني الاهلي هيقابل النادي المصري اللي هو هيبقى تاني الكاس في حاله مكسب النادي المصري. الحالتين يعني المصري اخذ الكاس هيبقى بالظبط بالظبط. خسر النادي المصري هيبقى بيلعب الاهلي مع تاني الكاس. يعني في جميع الاحوال هم يلعبوا على الاستقبال. تمام، يعني القرعة أجريت اليوم يا حاج عامر والحمد لله كله تم زي الفل، الدنيا مشيت كويس جدا، الدوري بقى ليه أول وبقى ليه آخر، أعتقد إن دي مسألة يعني حاسمة في 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 مصر عموما أو في الكرة المصرية عموما. لا هي الحمد لله طبعا احنا ظروف صعبة كانت الثلاث مواسم اللي فاتت، لأن احنا أول ما بدأنا الدوري مجموعة واحدة بعد الأحداث بتاعت 2011 بدأنا الدوري في شهر 12. عشان نبدأ في شهر 12 كان لازم حل من الاثنين. يا وأنا عملت مذكرة مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ جمال علام الراجل المحترم. بلغته قلت له يا لازم نضحي يا بالكاس، يا هنفضل 3 مواسم نلعب الدوري ونخلص متأخر لو لعبنا الدوري والكاس مع بعض. المواسم هتلتحم مع بعض. فطبعا راجع للإدارة المالية والشؤون القانونية ومجلس الإدارة طبعا ما قدرش يلغي الكاس لأن كان فيها غرامه ماليه حوالي 20 مليون جنيه. طبعا ما حدش قدر يستحمل نتيجه القرار دوت. فقالوا نستحمل الثلاث مواسم دولت. فاحنا الحمد لله ده الموسم الاخير ان احنا هنبدا فيه الوضع طبيعي، نخلص في شهر 5 ان شاء الله. والموسم اللي بعده كمان اقدر اقول لحضرتك من دلوقتي انه يبدا يوم 3/8 ان شاء الله. ده حاجه يعني حاجه كلنا كنا مستنيينها وان شاء الله يعني حاجه كويسه يا كابتن علي. اكيد طبعا. يعني الحمد لله كمان ان الاتحاد الافريقي يعني الحمد لله امم افريقيا يعني الموسم اللي بعدها كمان امم افريقيا بقى في شهر 6 و7 هتكون خلصت الموسم بتاعك على طول في شهر 5 زي العالم كله. يعني تبدا 8 وتخلص 5. وبطوله الانديه كانوا قالوا ان هم هيبداوا من شهر 8 انما الموسم دوت قدر زي ما هو شهر 2 هيبدا الاربع انديه بتوعنا. هو هيلعبوا 6 جولات اللي هيكمل وقت اخر جوله ومباراه واحده في دوري المجموعات الموسم اللي جاي ويكملوا بقيه دوري المجموعات ال5 لقاءات اللي بعدها بعد كاس العالم. وبعد كده ان شاء الله لو بدأوا من شهر 8 هيبقى الموسم كله افريقي ومحلي من شهر 8 لشهر 5 تبقى حاجه ممتازه جدا. اكيد. وامم افريقيا تبقى في شهر 6 و7 اكيد وهنبقى زي بقيه العالم يعني هنمشي زيهم. ان طبعا عيسى حياته قعد فتره طويله بيحط كل التوقيتات على دول غرب افريقيا. كان دول شمال افريقيا طبعا بتتظلم بقى لنا 20 25 سنه وكابتن علاء وحضرتك كنت بتلعبوا في افريقيا. خلصوا الدوري حتى لو خلصنا شهر 5 أو 6 كنتوا تقعدوا 10 ايام وتلعبوا فرقه افريقيا بنص 7 يعني دوري المجموعات. فبتبداوا طبعا تخشوا من نص 7 بطوله افريقيا بعد تلعبوا الدوري كان بيبدا في شهر 8 بعدها على طول. فكده كده ممكن الانديه المشاركه في افريقيا ما كانتش بترتاح خالص حتى لو الدوري خلاص بدري يعني. ما لا الدنيا تبقى الحمد لله تظبط الحمد لله. كنا نتمنى الكلام ده من زمان بس الحمد لله وجه اليوم وشفناه. حاج عامر حسين يعني انا بشكرك على المداخله وبشكرك على كل التوضيحات والتفصيلات اللي حضرتك قلتها. الف الف شكر ليك. كان نفسنا الكلام ده من زمان من زمان يا رب. يعني دي طبعا قدام حضراتكم فريق النادي الاهلي وعائد الى فندق الاقامه بعد تدريبه اليوم.